السلام عليكم، معاكم دكتورة داليا أحمد، وهنشرح النهاردة شابتر جديد في الدنتال ماتيريال هو عن الجيبسم كومباوند. ايه هي الجيبسم برودكت اللي موجودة في الدنتستري؟ جيبسم برودكت are supplied as fine powders that are mixed with water to form a fluid mass that can be poured and shaped and harden into a rigid stable mass. يعني ايه الكلام ده؟ الجيبسم برودكت دي اللي هي بنسميها الجبس، دي بتبقى موجودة او متاحة على شكل اكياس من الباودر، وبنخلطها بالووتر علشان هتديني ماس زي عجينة كده فلويدي سائلة شوية، وبصبها وبشكلها، وبعد كده بتنشف وتديني hard rigid mass. تمام، بتديني حاجة ناشفة اللي هي بنسميها بعد كده هنسميها الكوست، او هنشوف هنستخدمها ازاي. طيب دي كده الصورة بتاعتها، ادي الباودر بيبقى جاي لاما في علب او في اكياس، وزي ما قلنا بنخلطه بالمية، وبعد كده بنستخدمه بقى على حسب الاستخدام زي ما هنشوف هنعمل بيه ايه، وبعد كده بينشف وبيتحول لهارد. طيب بنستخدمها في ايه الجيبسم برودكت دي؟ ايه الاستخدامات بتاعتها؟ used mainly for positive reproduction or replica of oral structures. يعني ايه positive reproduction؟ positive reproduction يعني كأني بنقل بالظبط الشكل اللي موجود في الاورال structure، سواء التيشوز كلها، البق كله او جزء منه، بنقله عندي في المعمل علشان اقدر ان انا اشتغل عليه. البوزيتيف ريبرودكشن دي او الريبليكا دي بنسميها كوستس، ذيس ريبليكاز ار كولد كوستس، او بسميها دايز لو هي هتبقى لسنه، او بسميها مودلز. تمام، طيب احنا بنحصل عليها منين؟ بنحصل عليها من نيجاتيف ريبرودكشن، يعني من حاجه خدت لي الشكل بتاع الاورال ستراكشر ده فبقت نيجاتيف ريبرودكشن اللي هي بنسميها الامبريشن. طيب الصورة دي هتوضح لي يعني ايه نيجاتيف ريبرودكشن. نيجاتيف ريبرودكشن يعني معناها العكس بتاع الاورال ستراكشر، يعني لو هنا الجزء ده منخفض في الامبريشن، هو اصلا في الاورال كافيتي في بق العيان كان جزء مرتفع، كان اليفيتد، لكن هو هنا عشان هي نيجاتيف بتجيب لي العكس، فهي هتبقى شكلها ديبرست. الاجزاء المرتفعة في الامبريشن هي في الحقيقة في الاورال كافيتي في بق العيان هي بتبقى اجزاء منخفضة، عشان كده بسمي الامبريشن المقاس اللي باخده من بق العيان نيجاتيف ريبرودكشن. طيب لما برجع اصبه بقى تاني بالجيبسم برودكت بتاعتي، هحصل على الكوست اللي هو هيبقى بالظبط كانه بيمثل لي الاورال تيشو بالظبط، عشان كده بسميه بوزيتيف ريبرودكشن للاورال تيشو، هو ده الكوست. يبقى كده فهمنا يعني ايه نيجاتيف ريبرودكشن، يعني ايه بوزيتيف ريبرودكشن. طب انا ليه هعمل البوزيتيف ريبرودكشن ده؟ ليه عايزه اعمل الكوست ده؟ طبعا ده ليه استخدامات مهمه جدا. اول استخدام الاستادي موديل. يعني ايه ستادي موديل؟ من اسمها ستادي، يعني بستخدمها ان انا ادرس حالة العيان. تمام، اعمل دياجنوزس. تمام، اعمل بلان للتريتمنت بلان بتاعتي، ان انا خطة العلاج اللي هشتغل بيها. تمام، واقدر كمان اعرف البروجنوزس او البروجرس بتاع التريتمنت بتاعي، اقدر ان انا اعمل ايه علشان احط الخطوات بتاعتي في العلاج. دي اللي هي الستادي موديل. طيب مش بس كده، كمان ان انا بعمل منه الكوست ده، ممكن ان انا بصنع عليه، بعمل عليه الريستوريشن، يبقى on which a restoration or appliance is fabricated. بعمل عليه التركيبة، بعمل عليه الحاجة اللي انا هعملها في بق العيان دي، بتتعمل على كوست. تمام، وهنشوف الفرق ما بين كل واحد من دول في في اختلاف ما بينهم، كل ده هنشرحه بعد كده. طيب ممكن اعمل منه الداي. الداي هنا دي بتبقى سنجل توس، يعني بشتغل على سنجل توس، زي ما افتكر في شابتر الواكس بتاعنا لما شرحنا ازاي كنا بنعمل الواكس على
الموديل بتاعي او الداي بتاعتي، هو ده الداي دي، ان انا بعمل كراون او بعمل البريدج على سنه او كذا سنه، فدي بتبقى اسمها داي، وبتبقى ريموفابل بارت اوف كوست، بقدر اشيلها من الكوست تمام عشان اقدر ان انا اشتغل بيها تمام. بعمل زي ما قلنا الاندايركت دنتال ريستوريشن، زي ما شرحنا في شابتر الواكس، ان انا بعمل اندايركت دنتال ريستوريشن تمام على الداي دي، اللي هي ان انا بعمل الريستوريشن بتاعتي في المعمل مش بق العيان. ادي دي اشكال الكوست تمام، زي ما اتفقنا ممكن اعمل بيه بس جاست دايجنوزس، اشوف الوضع بتاع الاسنان عامل ازاي وانا محتاج اعمل ايه. ده كده ممكن اعمل عليه بقى الفاينل ريستوريشن بتاعتي، ودي امثله للداي اهي، ان انا بقدر افكها واشيلها واركب واعمل عليها الواكس باترن واشيلها وهكذا، عشان اعمل الاندايركت ريستوريشن او الاندايركت تكنيك عشان اعمل بيه الريستوريشن سواء كان كراون او بريدج. ايه هي الديزايربل بروبرتيز، الصفات اللي انا محتاجاها من الجبسم برودكت بتاعتي؟ اول حاجه لازم يكونوا اكيوريسي، الدقه بتاعتهم. يعني ايه دقه؟ يعني ability to reproduce fine details، يعني يدوني كل الفاين ديتيلز اللي موجوده في الامبريشن اللي انا اخدته من بق العيان تمام. طيب dimensionally stable، يعني ايه dimensionally stable؟ يعني مش بعد ما اخده او اصبه تمام الاقيه حصل له contraction كش او expansion تمدد وكده، هيغير لي الدايمنشنز والابعاد اللي انا اصلا عايزاها تبقى مظبوطة زي بق العيان عشان اقدر اكمل بقية الخطوات، ان انا اصنع بعد كده الريستوريشنز بتاعتي تكون مظبوطة لبق العيان. طيب ايه كمان تالت حاجة؟ strength and resistance to abrasion، لازم يكون قوي عشان يستحمل الشغل اللي هعمله عليه في المعمل، ما يتكسرش، وبالتالي لو اتكسر كل الديتيلز اللي انا خدتها عشان اصنع الريستوريشن بتاعتي مش هتنفع. طيب الكومباتيبلتي وذ ذا امبريشن ماتيريال، لازم يكون في يقدر ان هو الامبريشن ماتيريال تستجيب ان اقدر اصبه بيها، يحصل فلو زي ما اخدنا في شابتر الادهيجن، يحصل ويتابيلتي في يقدر ان هو يسبريد ينتشر في الامبريشن بتاعي ويغطي لي كل جزء فيه ويعمل ويتنج ليه علشان يديني الديتيلز المظبوطة. طيب الكالر، الكالر يعني لازم لونه هنا اقدر الونه، علشان زي ما قلنا في شابتر الدنتال واكس ان لازم يكون في كونتراست في الكالر، اختلاف في الكالر ما بين الكاست وما بين الواكس، علشان اعرف المارجنز بتاعتي مظبوطة ولا لا. طيب بيولوجيكالي سيفتي، سيفتي يعني ايه؟ يعني لما التكنيشن يشتغل بيه الدخان بتاعه او الفيبرز اللي بتطلع مكان العجن والشغل ما يعمليش مشكله للي هيشتغل بيه تمام. ايزي اوف يوز، لازم يكون سهل في الاستخدام، اني سهل اني اعجنه واني اصبه واني اشكله، لازم يكون سهل. واخيرا الكوست، الثمن بتاعه لازم يكون مش غالي قوي علشان نقدر ان احنا نستخدمه. طيب نيجي بقى نشوف ايه هي الـ types of gypsum products، ايه انواع الـ gypsum products اللي احنا بنستخدمها in dental field في الـ dentistry. اول حاجة بنقسمهم according to origin، لو نفتكر برضك زي في الـ dental wax، بس دايما بقسم الحاجة الاول according للـ origin وبعدين بقسمها according to use. طيب according to origin، على حسب المصدر اللي هي جاية منه، في عندي natural وفي عندي synthetic. natural يعني مصدر طبيعي بنجيب منه جبس، اللي هي جيبسم روك اللي هي صخور الجبس، بنجيبها وبنعمل لها ground، بنطحنها ونحولها الفاين باودر لباودر، وبعدين بعمل لها processed by heating، بعمل لها معالجة بالحرارة خلاص، وعشان تديني بطرق مختلفة زي ما هنشوف لسه بعد كده في باقي الشرح، عشان تديني الجيبسم products دي تمام. طيب ايه هي المادة اللي احنا الجيبسم روك دي عبارة عن ايه؟ الجيبسم روك دي هي عبارة عن كالسيوم سلفيت داي هيدريت تمام، دي الاسم العلمي بتاع الجيبسم روك اللي بنعمل لها بعد كده هيتنج، بنسخنها او بنعملها معالجة حرارية عشان نحصل على الجيبسم برودكت. يبقى ده الاوريجين اللي هو كالسيوم سلفيت داي هيدريت. ممكن احصل عليه سنسيتك اصنعه تمام، كان الكالسيوم سلفيت داي هيدريت.
طيب according to use، على حسب الاستخدام، الجيبسون برودكت دي ممكن مش بس بنستخدمها بالدنتري، ممكن نستخدمها في الميديسن زي ما قلنا مثلا اللي رجله بتتكسر بيتجبس، في الهومز في المنازل بنستخدم الجبس في استخدامات كتير، في الاندستري في الصناعة. يبقى اذا الجيبسون برودكت دي استخداماتها عديدة جدا، مش بس بنستخدمها في الدنتري، عشان يبقوا متخيلين ايه هو الجبس. اكيد كلنا عارفين الجبس اللي بنستخدمه في البيت واللي بيستخدم في الطب في التجبيس، فنفس الجيبسون برودكت دي ليها استخدامات عندنا في الدنتري. طيب ازاي بنبدا ان احنا نصنع الجيبسون برودكت بتاعتنا اللي هنستخدمها ان دنتري؟ زي ما قلنا ان احنا بنعمل هيتنج للجيبسون اللي هو الكالسيوم سلفيت داي هيدريت، والعمليه بتاعه الهيتنج دي بنسميها كالسينيشن. هنا ادي الكالسيوم سلفيت داي هيدريت اهو بنسخنه، وهيبدا يديني كالسيوم سلفيت هيمي هيدريت. تمام، العمليه دي بنسميها كالسينيشن. طيب بيحصل على حسب عملية الكالسينيشن دي هتتعمل ازاي، هيديني ديفرنس في الباودر بارتيكلز. تمام، وبالتالي هيديني ديفرنت بروبرتيز وخواص مختلفة ليه على حسب various use. يبقى على حسب طب الكالسينيشن اللي احنا عملناه ده اتعمل ازاي، خلاص ده هيديني انواع مختلفة من البارتكلز، الجزيئات بتاعه الباودر هتبقى مختلفه، وبالتالي البروبرتيز بتاعتها هتبقى مختلفه، وبالتالي اللي هي الصفات يعني بتاعتها، وبالتالي الاستخدامات بتاعتها هتبقى مختلفه. زي ايه الانواع اللي عندي؟ هلاقي عندي اول نوع بسميه البلاستر، تاني نوع بسميه الستون، وتالت نوع اسمه الامبروفد ستون. الثلاثه دول انواع من الجبس برودكت، لكن اختلفوا في طريقه الكالسينيشن بتاعتهم، ازاي اتعملوا طريقه الكالسينيشن بتاعتهم مختلفه، وبالتالي عندهم ديفر فيزيكال بروبرتيز في الباودر بارتكلز بتاعتهم نتيجه للديفرنت كالسينيشن ميثود. هناخد اول نوع هو البلاستر. البلاستر ده كان هو اول الفيرست جبسون برودكت اللي اتعرفت او استخدمت في الدنتري. طيب اتعمل ازاي البلاستر ده؟ باي ان احنا بنعمل جرايندنج للجيبسون روك انتو فاين باودر، وبعدين بنعمل له هيتنج للباودر ده بس في اوبن كونتينر. تمام، اوبن كونتينر يعني اوعيه مفتوحه مش متغطيه. طيب ده هيعمل لي دايركت اند رابيد هيتنج ان اوبن اير، فهيطلع جزء من الووتر في عمليه الكريستاليزيشن من الكريستالز، وبالشكل ده هيكون لي او هيعمل لي الكالسينيشن اللي هتنتج عنها البلاستر. الباودر اللي هينتج عنها نتيجه عمليه الكالسينيشن اللي اتعملت ان انا عملت ديبرايف للووتر في اوبن اير كونتينر، ان الباودرز اللي هتطلع البارتكلز اللي هتطلع هتبقى irregular particles. تمام، بارتكلز مش منتظمه، هتبقى بورس مليانه هواء لانها كانت معموله في اوبن اير. تمام، فدي الخصائص بتاعه البارتكلز بتاعه البلاستر. تمام، بيبقى بورس، الباودر بتاعه بيبقى عباره عن بورس irregular particles. تمام، نتيجه لعمليه الكالسينيشن بتاعته حصلت في الاوبن في اوبن كونتينرز. تمام، طيب بيبقى لونه عامل ازاي؟ بيبقى لونه وايت ان كلر، لونه ابيض، وبنسميه بقى علميا بيتا هيما هيدريت او تايب 2 جيبسون برودكت. تمام، طيب بنستخدمه في ايه البلاستر ده؟ طبعا زي ما شفنا بما انه بورس يبقى السترينث بتاعته هتكون قليله. ليه؟ لان البوروزيتي دي مليانه هواء، فبالتالي مش هيبقى مليان ببارتكلز كتير، يبقى السترينث بتاعته اي حاجه بورس نعرفها كده قاعدة، اي حاجة بورس مليانة هواء يبقى السترينث بتاعتها هتبقى قليلة. طيب بنحتاجه امتى او بنستخدمه في الدنتري في ايه؟ بنستخدمه في البرايمري كوستس، الحاجات اللي بعمل عليها جاست زي ما قلنا دياجنوزس، بشخص الحالة. تمام، او ان انا بعمل تريتمنت بلان، دي سميها برايمري كوستس، مش محتاج ان انا هعمل عليها شغل محتاج سترينث. تمام،
او ان انا بعمل ماونتنج للارتكيوليتورز، ان انا بعمل اتاتشنج الكاست على الارتكيوليتورز. برضو انا هنا مش محتاجه سترينث كبيره، انا مجرد بمسك الكاست في الارتكيوليتور فبنستخدم فيه البلاستر. زمان كانوا بيستخدموا البلاستر ده في انه يبقى امبريشن ماتيريال، كانوا بس بيضيفوا له شويه موديفايرز تمام، وكان اسمه الامبريشن بلاستر، بس طبعا دلوقتي ما بقاش يستخدم. يبقى اذا دي استخدامات التايب 2 اللي هو اوف جيبسوم اللي هو اسمه البلاستر تمام، اللي هو اسمه ما ننساش بيتا هامي هيدريت تايب 2 جيبسوم برودكت اللي هو البلاستر. تاني نوع هو الستون. الستون ده معمول ازاي؟ هنا عملنا بقى كنترول للكالسينيشن، اتعملت under steam pressure in a closed container. هنا بقى لما عملنا الكالسينيشن بتاعة الكالسيوم سلفيت داي هيدريت حطيناه في under pressure under steam pressure وفي closed container، وبالتالي هنا الميثود اوف كالسينيشن اختلف، طريقة الكالسينيشن اختلف، حصل slowly release للووتر. هناك عشان كانت في open كونتينر حصل رابيد ريليز للووتر، فبالتالي البارتكلز لما اتكونت كانت الريجولر وبورس مليانه هواء، لكن هنا الموضوع بيحصل فقد للميه سلولي تمام، وبالتالي الكريستالز هنا او هيطلع شكلها ايه؟ مور ريجولر، لانها بتتعمل بالراحه، هتاخد شكل يونيفورم ان شيب، وهيبقى فيها ليس بورس لان مش متعرضه للهواء تمام، وبالتالي هنا هيبقى في اختلاف في البروبرتيز عن البلاستر. طيب بسميها ايه؟ بسميها الفا هامي هيدريت او تايب 3 ستون او هيدروكال. التلات اسامي دول هما من نفس الاسم كلمه الستون، وبالتالي هنلاقي ان الستون هيبقى بدام ما فيش بوروزيتي فيه زي البلاستر يبقى هو مور سترونجر، وبدام اخذنا فيه ادوات اكتر وكلفنا في الشغل يبقى هيبقى مور اكسبنسيف ذان البلاستر. طيب لونه بيبقى ايه؟ بيبقى لونه يلو، لكن طبعا احنا ممكن المانيفاكتشرز المصانع تغير فيه الالوان بانها تضيف اي لون تاني ما فيهاش اي مشكله. طب الاستخدام زي ما قلنا، طالما البارتكلز باودرز بتاعت الباودر اختلفت في الشكل يبقى هيختلف في اليوز تمام. هنا بقى بنعمله مين اللي بيستخدم في ايه تمام، ممكن ان انا استخدمه في ان انا ممكن اعمل بيه برضو دياجنوزس تمام، اعمل كوستس للدياجنوزس، بس طبعا ده لو انا محتاجه كوست يكون مور هارد او مور السترينث بتاعته اعلى، بس الافضل الاستخدام الاساسي هو ان انا بعمل عليه الكمبليت والبارشال دنشر كونستراكشن، بصنع عليه الكمبليت والبارشال دنشر تمام. اقدر هنا بقى استخدمه في ان انا يستحمل لانه عنده سترينث وعنده هاردنس اعلى من البلاستر، يقدر يستحمل ان انا اعمل عليه شغل في المعمل. تالت نوع هو الهاي سترينث او الامبروفد ستون. طيب الكالسينيشن هنا اختلفت ان انا عملتها في كالسيوم كلورايد سولوشن تمام، نتيجه ان انا عملت الكالسينيشن دي في كالسيوم كلورايد سولوشن تمام، هيحصل لي ان الباودر بارتكل هتبقى فيري دنس قويه جدا، وهيبقى شكلها كيوبويدال ان شيب، وهيبقى ليها خصائص مختلفه تماما. بسميه تايب 4 ستون او بسميه داي ستون او بنسميه دنسيت او موديفايد الفا هيمي هيدريت، دي كلها اسامي للهاي سترينث او الامبروفد ستون جيبسوم. طيب احنا كده خلصنا انواع الجيبسوم برودكت اللي موجوده واستخداماتها. طبعا النوع الاخراني ده بيستخدم اللي احنا قلنا عليه الامبروفد ستون، ده استخداماته بتكون بردك في الكونستراكشن للريستوريشنز بتاعتي، بردك ممكن زي ما قلنا للكمبيوتر. يبقى اذا استخدامات الامبروفد ستون هتبقى زيها زي استخدامات الستون تمام، بس لما اكون محتاجه مور سترينث وهاردنس اعلى للكوست بتاعي، برده هيبقى في الكونستراكشن بتاع الكومبليت والبارشال دنشر تمام، وانا بصنع الطقم الكامل او الطقم الجزئي. طيب هنيجي بقى نتكلم عن حاجه اسمها السيتنج اكسبانشن.
السيتنج اكسبانشن يعني ايه؟ يعني المفروض ان احنا هنشوف ايه اللي بيحصل، مع ايه اللي يهمني. لازم ابقى عارفه زي ما قلنا كده، لازم ابقى عارفه ان الجبسم بتاعي ده دي حاجه انا هصب بيها الامبريشن اللي انا واخداه من بق العيان، فانا لازم اشوف الدايمنشنال استابيليتي بتاعت الحاجه اللي هستخدمها دي ايه. هل هي ستيبل؟ فلازم اشوف هل هي لما بتنشف بيحصل لها كونتراكشن ولا بيحصل لها اكسبانشن. تمام، هلاقي ان اللي بيحصل مع الجبسم برودكت ان بيحصل حاجه اسمها سيتنج اكسبانشن. طيب كلهم بيحصل لهم اكسبانشن لما بيعمل لما في لما بينشفوا، لما بيحصل لهم سيتنج. وفي الحاله دي هلاقي ان من الدراسه بتاعتنا ان البلاستر تمام يعني زي ما شفنا هو اكتر واحد مليان بوروزيتي، فهلاقي ان ده اكتر واحد هي اكسباند. الاكسبانشن عنده هيبقى من 0.2 ل 0.3%، ويلي طبعا في ان هو يبقى اقل الستون هيبقى من 0.08 ل 0.1، وطبعا اقل واحد بيحصل له اكسبانشن هو الهاي سترينث ستون او الامبروفد ستون، بيبقى 0.05 ل 0.07%. طيب ليه حصل السيتنج اكسبانشن ده؟ ثيوريتيكالي نظريا المفروض الحاجه لما يحصل لها سيتنج يحصل لها كونتراكشن، لكن الحقيقه اللي بتحصل مع الجبسم برودكت ان بيحصل زي ما قلنا تكون للكريستالات. الكريستالات اللي بتتكون دي بيحصل انها بتزق بعض بوش اجينست ايتش اذر، وبتعمل اوتورد كريستال ثراست، بتروح زقه الكريستالات بتزق بعض، فنتيجه الزق ده هيحصل external expansion. تمام، وهيبقى في نتيجة الاكسبانشن ده هيبقى في ان هما بزقوا بعض، يبقى هيبقى في internal porosity. وبالتالي احنا محتاجين يبقى عندي minimal setting expansion is desirable عشان يبقى achieve accurate dimensional reproduction للكاست. انا مش محتاجه لا يحصل لي انا اللي عايزه يحصل لي اكسبانشن ولا كونتراكشن، انا عايزه يبقى اذا هو بيحصل فيه اكسبانشن، فانا عايزه ان السيتنج اكسبانشن يكون مينيمال. وقلنا مين اللي هيبقى اكثر دقه؟ هو طبعا الامبروفد ستون، تمام، لان الكريستالز بتاعته ما بيحصل لهاش الثراست زي الجبسم اللي هو العادي او اللي هو البلاستر. تمام، يبقى اذا مين اكثر دقه؟ طبعا الامبروفد ستون يلي في الدقه الستون، وبعدين اخر واحد هو البلاستر. تمام، يبقى عرفنا ايه سبب السيتنج اكسبانشن، وعرفنا احنا محتاجين علشان يبقى الكوست بتاعي مور اكوريت ودايمنشنال ستيبل بتاعته لازم يبقى عندي مينيمال سيتنج اكسبانشن، مش عايزاه يحصل له اكسبانشن عشان ما يغير ليش الديتيلز اللي موجوده في الاورال تيشو. طيب ازاي انا هل انا في مقدرتي ان انا اعرف اتحكم في السيتنج اكسبانشن ده؟ اولا الجبسم برودكت بيبقى جايه من المانيفاكتشر، بيبقى ايه اللي السيتنج تايم بتاعها قد ايه، والاكسبانشن كاركترستكس بتاعتها ازاي. تمام، بس المفروض والمانيفاكتشر بيحاول ان هو بيكنترول الاكسبانشن كاركترستكس دي. طيب بس هل احنا لينا دور كشغل في واحنا شغالين بيها بنعجن؟ هل المانيبيوليشن بتاعنا الاستخدام بتاعنا ليه او طريقه الميكس بتاعنا والعجن بتاعنا هل هتاثر على السيتنج اكسبانشن؟ بتاثر. في فاريبلز بتحكم لي السيتنج اكسبانشن دي وانا بشتغل بيه ازاي. هلاقي ان انا كل ما زودت الميكس في الثيكنس، يعني خليت البودر يبقى كتير، تمام، او زودت الاسباتيوليشن تايم قعدت اعجن فيه كتير، ده هيزود ايه الاماونت اوف سيتنج اكسبانشن. ليه؟ لاني زي ما قلت لو زودت كميه البودر، تمام، او زودت عمليه الاسباتيوليشن، انا هنا بخلي الكريستالات اللي بتتكون، تمام، يحصل لها مور ثراستنج، تقعد تزق في بعضها اكتر. يبقى لو عدد البارتكلز البودر بتاعتي كتيره في السيك ميكس، يبقى اذا النتيجه ان الكريستالات هتبقى كتيره وهتزق بعض. بردك مع الانكريس في الاسباتيوليشن، كل ما بزود العجن انا بزود في الرياكشن بتاعي، بعمل له زي اكتيفيشن، فالكريستالات هتعمل مور ثراستنج اكشن، هتزق بعض اكتر، فيحصل لي مور سيتنج اكسبانشن. العكس
لو انا مستخدم ثينر ميكس يعني مقلل البودر ومقلل الاسباتوليشن تايم، تمام، ده هيقلل الثراستنج بتاع الكريستالز اللي بتتكون، وبالتالي هيقلل الاماونت اوف سيتنج اكسبانشن. فاحنا لسه هنشرح في اخر المحاضره هنعرف التكنيك الصح ان انا ازاي اصب الامبريشن. طيب في حاجة تانية اسمها هايجروسكوبيك اكسبانشن، مش بس سيتنج اكسبانشن بيحصل، لا ده في حاجة تانية اسمها هايجروسكوبيك اكسبانشن. يعني ايه هايجروسكوبيك اكسبانشن؟ يعني لو الجبسم ماتيريالز بتاعتي انا حطيتها في مية او جت جنب مية، تمام، اثناء during السيتنج بروسس، تمام، السيتنج اكسبانشن بيزيد، وهو ده بنسميه الهايجروسكوبيك اكسبانشن، تمام. ده طب احنا محتاجين الهايجروسكوبيك اكسبانشن ده، احنا محتاجينه بس في الانفستمنت، تمام، في ده شابتر تاني او جزء تاني هنشرحه ان شاء الله في مره تانية، اللي هي ايه يعني ايه انفستمنت. انا في الانفستمنت دي اللي هي الحاجه اللي زي ما قلنا لما الواكس باترن بتاعي بخلصه بتاع الريستوريشن انا المفروض بحطه بعمل له انفستنج، بدخله في الجبس ده في جبسن برودكت اللي هي الانفستمنت علشان احرق بعد كده الواكس ده وادخل المولتن ميتال مكانه. طبعا المفروض احنا عارفين ان الميتال بيحصل له كونتراكشن بعد ما بينشف، تمام، او بعد ما بيبرد، فالمفروض انا عايزه ادخل الميتال بكميه اكتر علشان لما ينشف او لما يبرد، تمام، يبقى الجزء اللي هيكشه ده اكون انا معوضه باكسبانشن في ماده الانفستمنت بتاعتي. يبقى الانفستمنت انا عايزاه اكسباند عشان يوسع لي المكان اللي هيخش فيه المعدن الميتال، بحيث ان لما المعدن ده هيحصل له كونتراكت يبقى انا كده رجعت الحجم بتاع الريستوريشن بتاعي للنور للصح. يبقى عوضت الكونتراكشن بتاع الميتال بالاكسبانشن بتاع الانفستمنت، تمام. وده يعني ده شرح في محاضرات تانية، بس ده احنا هنا عشان كده احنا هنا بنبقى محتاجين حاجه اسمها هايجروسكوبيك اكسبانشن. انا ببقى محتاجه ان انا ازود، ان انا احط اثناء السيتنج بتاع الجبسم بتاعي انا ببقى محتاجه ان انا احط له ميه علشان يزود السيتنج اكسبانشن. وقلنا ان الهايجروسكوبيك اكسبانشن بيبقى توايس النورمال سيتنج اكسبانشن، بس طبعا احنا مش بنبقى محتاجينه في الكوست العادي، تمام. الروتين كوست shouldn't be immersed in water during السيتنج، ليه؟ لان انا مش محتاجه الكوست العادي يحصل له الهايجروسكوبيك اكسبانشن ده، انا مش محتاجه خالص في الكوست انه يحصل له مش هيعوض لي حاجه، بالعكس ده هيبقى مش اكيوريت، هيعمل لي هيغير لي شكل الريستوريشن في الاخر، مش هتبقى زي الاورال كافيتي، مش هتبقى مناسبه ليه، تمام. يبقى كل حاجه ليها الاستخدام بتاعها. نيجي بقى ازاي نستخدم او نعمل نعجن. احنا هنا بنتكلم على الجبسم برودكت اللي هنستخدمها اننا صب الامبريشن، مش بتكلم خالص على انفستمنت، تمام. الانفستمنت دي ليها شابتر لوحده، خلاص. يبقى احنا هنا بنتكلم على التكنيك وفيوز ازاي هصب المقاس بتاعي، تمام. اول حاجه بنقيس الووتر طبعا اكوردنج للمانيفاكتشر انستراكشن، المانيفاكتشر بيبقى قايل والله بنستخدم ووتر قد ايه مع باودر قد ايه، فانا بقيس الووتر بتاعتي في جراديويتد سلندر وبقيس الباودر بتاعي بالجرام، تمام، وبوزنه على الميزان على حسب المانيفاكتشر انستراكشن اللي بيقول عليه. بعد كده المفروض ان انا ببدأ الصح، ان انا مش بحط الباودر الاول وبعدين ادلق عليه الووتر، لا انا بحط الاول الووتر الميجورد اللي انا قستها بحطها في باول كده، يعني اناء زي اناء كده بيبقى معمول من رابر من المطاطي علشان اقدر ان انا امسكه واحركه بسهولة في ايدي وانا بعجن. وبعدين بعد ما حطيت المية على حسب الميجورز بتاعتي اعمل هاند ميكسنج العادي، ان انا بستخدم الرابر باول دي، تمام، قلنا حاجة زي اناء مطاطي كده، وبيبقى مستخدم ومعايا السباتولا بتاعتي حاجة زي بعجن بيها زي معلقة كده سباتولا، تمام. وببدأ اخلط البودر مع الووتر، ولازم وانا بشتغل بعمل الميكس لازم احاول ان لازم الميكس بتاعي يطلع هوموجينس، يعني المية تكون بلت كل البودر بارتكلز بتاعتي ويكون السطح بتاعها سموث ما تبقاش
محببه ورف تمام، وتبقى فري من الاير بابلز. دايما بخلطها مع الـ 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 بطريقه معينه، ان انا بخلطها بعجنها مش في النص، لا بعجنها على الوولز بتاعه الرابر باول دي، بجيب الميكس وامشي بيه على الوولز بتاعه الرابر باول، بحيث ان انا اخلط الحاجه وتبقى فري من الاير بابلز. و تمام، لان الاير بابلز لو دخلت في الميكس بتاعي زي ما اتفقنا، اي اير بابلز بتعمل ايه، اي هواء بيدخل بيقلل لي السترينث بتاعه الكوست، او النتيجه بتاعتي هتبقى قليله في السترينث. في طريقه تانية ان انا بعمل فاكيوم ميكسنج، تمام، هنا بيبقى بستخدم بقى ماشين، تمام، هي اللي بتعجن لي الميكس مش بايديا، وبيبقى فري طبعا من الاير بابلز، وبيبقى مور هوموجينس في الكونسيستنسي بتاعته، تمام. ده غالبا بيستخدم مع الانفستنج الانفستمنت، تمام، وزي ما قلنا بيبقى افضل في انه هو بيديني الكوست بتاعي، او هيديني الميكس بتاعي في الاخر مش هيبقى فيه اير بابلز، وبالتالي السترينث بتاعته هتبقى اعلى. طبعا انا هبقى محتاجه السترينث تبقى عاليه قوي في الانفستمنت ماتيريال، تمام. ده شكل الجهاز. طيب بعد كده، لما بعد ما عملت خلاص الميكسنج، وغالبا زي ما قلنا في موضوع الامبريشن بيبقى كله يعني معظمه بيكون مانيوال ميكسنج، بعد ما بخلص الميكس بتاعي بالطريقة اللي قلنا عليها، هلاقي ان انا لازم بملى الامبريشن وبملاه سلولي، تمام، علشان برضو ما دخلش هوا في الجبس، تمام، بملى سلولي وبحيث املى كل الاجزاء بالجبس، ما بملهوش كله مرة واحدة، لا جزء جزء، تمام، واتأكد ان حصل فلو للجبس جوه كل الاجزاء بتاعة الامبريشن، واتأكد اني ما دخلتش اير في وانا اثناء ما بصب الامبريشن، عشان الكوست هيطلع في الاخر زي ما قلنا لو مليان اير هيديني ويك كوست، مش هيقدر يستحمل الشغل، تمام. طيب بعد ما بملى الامبريشن، المفروض ان انا بقى هعمل فايبريشن. نفس الكلام، لو انا ما عنديش فايبريتور، جهاز فايبريتور، انا بعمل على طول بايدي، يعني طول ما انا بصب كده المقاس افضل بايدي التانية دي، يعني ايدي بتحط الجبس وتوزعه جوه الامبريشن، ايدي التانية بتفضل تهز الامبريشن، تمام، علشان الفايبريشن دي، تمام، هتعمل لي ايه، هتطرد الاير بابلز دي، هتخليها تخرج تطلع فوق على السيرفس، تمام، وبالتالي ما تأثر ليش على السترينث بتاعه الفاينل كوست بتاعي. غير كده كمان الرابر امبريشن اللي هو الاستوميريك امبريشن ده بيبقى الويتابيليتي بتاعته قليله، يعني ما بيبقاش حابب ان هو زي ما بيحب، ما بيحصلش سبريد بسرعه او بسهوله للجبس عليه، فبالتالي محتاج ان انا لازم كل شويه اتاكد ان انا بعمل فايبريشن عشان اتاكد ان حصل فلويبيليتي او ويتابيليتي من الجبس بتاعي للامبريشن كله، تمام، عشان برضو ما يطلع ليش حتة فيها ديفكت او حتة ما وصلهاش الجبس، وبالتالي كل ده هيأثر على الاكيوريسي بتاعة الكوست بتاعي في الاخر. على الرغم من ان المانيبوليشن بتاعة الجبسن برودكت بتبان انها سهلة، لكن هي فعلا محتاجة كيرفول اتنشن للديتيلز اللي احنا قلنا عليها دي، علشان يديني في الاخر اكيوريت ريزلت واكيوريت كوست، لان طالما عملت اكيوريت كوست في الحالة دي انا معناها ان كل الخطوات اللي بعد كده هتبقى مظبوطة، لان الاساس بتاعي مظبوط، تمام. ارجو ان الشابتر يكون واضح، وان شاء الله يكون شابتر سهل ولذيذ باذن الله، وان شاء الله الى اللقاء في شابتر جديد في الدنتال ماتيريال.